عن خروج فضيل بومالا الآن والتحامه بأصدقائه وأحبائه. هادو من الاحرار، هادو من الاحرار. الو الو جماعة بالعقل 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 بالعقل. السلام عليكم جميعا. السلام عليكم جميعا. سيارة سيارة. السلام عليكم جميعا. انا في الاصل انسان حر، حريتي فقط التي سرقت مني، ومن اراد ان يرجعها الي اليوم فكذلك فيشبه ذلك السارق الذي يسرق منك مالك ثم يعيده اليك ويقول لقد مننت عليك باي شيء. لم يمنن علي احد بحريتي لانني انسان حر. انني انسان حر. يا حي الجزائر. وبهذه المناسبه اقول ايضا انا انسان بريء ولست محتاجا لتبرئتي من اي كان، وان كنت كما يوسف عليه السلام برئ من الذئب فإنه لم يبرأ من إخوانه. إن يوسف عليه السلام برئ من الذئب لكنه لم يبرأ من إخوانه. بهذه المناسبة أيضا دعوني وبكل فخر، دعوني وبكل فخر أحيي
الشعب الجزائري برمته. وحينما أقول الشعب الجزائري أتحدث عن الشعب الجزائري في الجزائر والشعب الجزائري في المهجر، في الشتات، في كل بقاع الأرض. أحيي كل الأحرار، كل الشعب الجزائري، وأحيي هيئة الدفاع، كل هيئة الدفاع وكل دفاع يدافع عن المظلومين في هذه الأرض، في هذه القرية الظالم أهلها. أحيي كل هيئة الدفاع، أحيي النشطاء فردا فردا، أحيي الأحرار فردا فردا، أحيي ما تبقى من صحافة حرة ومن صحفيين وإعلاميين أحرار. أحيي كل الذين وقفوا، من الذين دافعوا عن عائلات المعتقلين. هذه التنظيمات على اختلافها في كل أرجاء القطر، أحيي هؤلاء جميعا الذين صمدوا مع عائلات المعتقلين ودافعوا عنهم. أحيي أيضا كل الشرفاء، سواء أكانوا مدنيين أو غير مدنيين، وحتى الشرفاء داخل السجن أحييهم. أحيي الرجال والنساء داخل السجن الذين كانوا شرفاء أيضا وأدوا واجبهم كما ينبغي. نحن أحرار وسنظل أحرار، ولا تهمنا خطط النظام أي كانت، وسنعود بإذن الله في الأيام القادمة لتفاصيل أخرى في قضايا أخرى أهم من سجن بومالة. أنا ما أنا إلا جزيء صغير، أنا قطرة ماء في بحر، أنا جزء من هذا الشعب. والقضية الأكبر هي قضية الشعب، قضية حرية الشعب، قضية بناء دولة القانون والحريات، قضية بناء منظومة العدل، قضية تحرير هذه الأمة من طغيان الاستعمار والاستبداد. إني خادم لهذه الأمة، أبحث عن حريتها، أناضل من أجل حريتها، وسأقضي وسألحق برب العالمين، وأنا حر مدافع عن الحرية. وألقاكم وأرجو أن لا أكون قد نسيت أي كان من الذين يجب أن أشكرهم. أحييكم جميعا، شعبا، هيئة دفاع، إعلام، جمعيات، تنظيمات، وأحيي كل الجزائريين، كل الجزائريين في مختلف بقاع الجزائر. كما أذكر أن في سجون النظام ما زال نشطاء وما زال معتقلون. أذكر بالمعتقلين من معتقلي الرأي ومعتقلي الحراك ومن صحفيين من أمثال مراكش والجير وغيره. وأذكر أن جلستنا القادمة مع كريم طابو ومع فرساو ومع فرساو ومع كل معتقلي الرأي. لن نسمح في المستقبل أن يحاكم الإنسان لرأيه، أن يحاكم الإنسان في الجزائر لا لشيء إلا أنه يدافع عن الجزائر. فلتحيا الجزائر وليحيا شعبها، ولتحيا الجزائر الأبدية. إذن كما تابعتم كلمة مقتضبة للأستاذ فضيل بومالة بعد أن خرج من السجن وسط هؤلاء هذه الجموع التي تحييه وتظن أنها قد أدت ما عليها ناحيته. إذن كما تابعتم على المباشر فضيل بومالة ألقى كلمة مقتضبة أمام محبيه وأمام كل من كان ينتظره. هو الآن سيتجه إلى بيته وسط هذه الحشود. قال فضيل بومالة: لأذكر أنا حر وحريتي ليست للمساومة، حريتي لا تعني شيئا أمام
أمام ما يعانيه الوطن. قال كذلك أنه هو جزء من أو جزيء من هذا الوطن. إذن وكما تابعتم على المباشر فضيل بومالا تحدث قليلا وقال كثيرا، هذا ما لمسناه من خلال كلمته. أظن أن النقل كان وافيا وشافيا وكافيا. يصر بعض الصحفيين على أخذ كلمة أخرى. لقد أطلقوا حمامة السلام كما دأب صاحبها، وقد أتى بها أمام سجن الحراش ليطلقها باسم فضيل بومالا. هذا الاعتياد الذي اعتاد عليه أحد المشاركين في الحراك، وأظن أن القضية هي قضية رمزية أكثر منها من شيء آخر. أظن أنه وصلنا إلى حد نهاية هذا المباشر. ما زالت الأمور في شد وجذب وإصرار بعض الصحفيين على أخذ كلمة. أظن أنه قال ما يجب قوله، وما يحدث الآن هو تكرار لا غير. المهم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.